تحقق لقب كأس العالم. ادي اللقاء اللي بدأ بقوة، او البرازيل والدنمارك، ويورجسن يتقدم للدنمارك، ثم التعادل السريع من بيبيتو في الدقيقة 11. ومرة اخرى تتقدم بقى مرة دي البرازيل، ريفالدو يتقدم، حضراتكم تمريرة حلوة قوي من رونالدو وريفالدو، وبيتر شمايكل طالع، ولكن اقتدار هنا وموهبة كبيرة جدا لريفالدو. ثم خطأ قاتل، يعني الحقيقة نجح لاودروب هنا، خطأ قاتل من روبرتو كارلوس في الزاوية الخلفية بتعدي، وعلى طول يتعامل معها تعامل جيد قوي براين لاودروب في الزاوية الضيقة، ويبقى 2-2 في هذا اللقاء. لكن نجوم السامبا الحقيقة، وريفالدو المرة دي اهو باقتدار